كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن أغلب السلع الغذائية قد ارتفعت أسعارها خلال شهر مارس الماضي. لو تخيلنا أن مواطنا بسيطا نزل إلى السوق لشراء احتياجاته لوجبة غذاء واحدة، كم ستكلف هذه الوجبة؟ مرتفعة بصورة مش عادية يعني. وبعدين القوطة بتتزرع في بلدي وباخدها بخمسة جنيه، أنهي منطق بيقول كده يعني؟ مش عارف. القوطة إيه تاني؟ إيه تاني الحاجات الغالية ولا هي بس؟ كل حاجة سيادتك، والخضار كله غالي. يعني هو ده غالي في أنهي فترة؟ الفترة اللي فاتت مثلا عشان شم النسيم ولا ملوش علاقة؟ لا ده بقاله فترة يعني. بقى الخضار بقاله فترة غالي. طب إحنا لو تخيلنا كده إن حضرتك هتعملي وجبة غدا، ممكن تكلفك كام وجبة الغدا دي؟ ده باللحمه يعني ولا اعملها قرديحه كده من غير لحمه؟ يعني لو اتكلمنا قرديحي ممكن بكده؟ لا مفيش حد هيعملها قرديح يعني. انما اقول لك انها بتكلف يعني اجيب كيلو لحمه واجيب خضار والسمنه والرز والبتاع بتاع 100 جنيه لوجبه ليوم واحد. لا سيادتك يعني ممكن تبقى يومين يعني، اكله تكفي يومين. طب بالنسبة للحوم والفراخ والسمك؟ لا غالية سيادتك يعني. السمك كنا بنجيبه ب15، دلوقتي بقى ب23 و25 الكيلو البلطي. الفراخ ب23 جنيه الكيلو. طب والفاكهة؟ لا هي الفاكهة إلى حد ما حلوة يعني، معقولة. مش غالية يعني قوي يعني، ممكن تمشي يعني. بس بالهنا والشفا، وقول يا رب ربنا موجود وبلدنا ربنا حارسها. نص كيلو خيار ونص فلفل ولا خصاية ولا بقدونس ولا هيكلف معاك؟ مش هيكلف يعني. طب هو في تقرير يعني النهاردة عشان تصرف تجيب خضار يعني، تجيب وجبة أكل وتجيب، هتبص تلاقي نفسك صرفت 100 جنيه على حاجات، كيلو بصل، كيلو قوطة، نص خيار، نص خضار، هتلاقي نفسك صرفت 100 جنيه وانت واقف على حاجات ايه كلها ما تقضيش الا يوم ولا اتنين. الحقيقة يعني الأسعار في علو قوي. ده بالنسبة للسلع الغذائية. طب بالنسبة للفاكهة؟ برضه الفاكهة مش رخيصة يعني، برضه الموز كان زمان النهاردة كيلو الموز ب6 جنيه، كان زمان ما كانش كده، كان هما كيلو الموز ب2 جنيه و2 جنيه ونص، 3 جنيه، وما يتعظم 6 جنيه كيلو موز عشان تجيب كيلو موز واحد ب6 جنيه، فرض كل واحد ياخد واحدة ولا كل واحد ياخد اتنين. في ناس عندها إمكانيات وفي ناس ما عندهاش إمكانيات، عم تاكلش الموز ده خالص يعني. طب لو اتكلمنا عن الدواجن والأسماك واللحوم؟ السمك برضو غل، كان زمان ب15 وقعد فترة طويلة ب15، النهاردة وصل ل20 و22 البلطي. صح، يوم ما بنجيب كيلو بلطي يعني يطلعوا ثلاثة ولا يطلعوا، لازم تجيب كيلو ونص عشان يقضي الفرد كل واحد واحدة. لو كل واحد عايش على كل واحد واحدة هتبص تلاقي نفسك جبت كيلو ونص أو 2 كيلو. طب أنت في رأيك إيه سبب غلو الأسعار بهذا الشكل، سواء في الخضروات أو في الفاكهة أو في الأسماك؟ غلو الأسعار إيه؟ إيه السبب يعني في رأيك؟ والله مش عارفة الظروف يعني، أنت أدرى بقى الظروف اللي بتمر بيها البلد يعني. كيلو بني وصل 42 جنيه. طبعًا. الفراخ غليت. اللحمة دي سوري يعني محدش هيقدر ياكلها. ما طبعًا عشان موضوع حمى القلاعية والكلام ده الناس. من غير حاجة غليت، غالية. من غير حاجة هي غالية. مش كل الناس هتقدر تاكلها. طب انت شايفه المشكله ان مفيش رقابه ولا المشكله ان المعروض قليل؟ يعني اقول لك ايه يعني، مفيش فعلا، مفيش رقابه خالص، مفيش حد بيحاسب حد على الاسعار، كل واحد عايز يعمل اللي هو عايزه. حتى الليمون بيغلى، عشان تجيب نص كيلو ليمون تعصره او تعمله تبص تلاقي ب 4 جنيه و6 جنيه و10 جنيه، ليمون الكيلو بيوصل ب 10 جنيه. كان زمان في الاسواق كان في نقطه موجوده وكان في تسعيره موجوده، دلوقتي مش موجود الكلام كمان اهو ب15. لما يجيب الواحد يجيب ربع كيلو ليمون يطلع له ليمونتين ثلاثه يعمل بيهم ايه؟ ما يلحقش يحضر بيهم على اي حاجه. كل حاجه غليت، مفيش حاجه ما غليتش في البلد. الاسعار على طول غاليه في الطالع مش في النازل. وبعدين انا بصراحه انا عايز اتكلم بصراحه ربنا عن بالنسبه للشغل بتاعنا احنا، مش عارف وزاره الزراعه من سنه 2001 وبناخد 65 جنيه وبعود ما تعيناش لحد دلوقتي، ومش عقود، في حاجه اسمها عقود تامينيه وفي حاجه اسمها عقود تدريبيه. ده بيأثر على فكره ان انت تنزل تشتري احتياجاتك يعني. طب انت ازاي بتشتري احتياجاتك ازاي من السوق؟ والله احنا واخدين على السلف من الشغل بصراحه، بنستلف كتير من الشغل فلوس
واللي بناخده ما بنحطه هنا، وكل المرتب بتاعنا 65 جنيه اول عن اخر. الاسعار صعبه جدا جدا جدا، يعني الواحد لو عزم حد كلف له بتاع 700 800 الاسعار، فبقت صعبه قوي قوي غير الاول. طب انت حضرتك وانت نازله السوق كده ايه الخيارات اللي بقى في دماغك؟ بتفكري في ايه؟ طب تجيبي ايه؟ البدائل كل حاجه غاليه، يعني الطماطم 5 جنيه، الفاصوليا 7 جنيه، اي حاجه كلها كده، يعني اقل حاجه 5 جنيه اقل شيء. يعني تخيلنا ان اسره تتكون مثلا من 5 افراد او 4 افراد، ممكن تتغدى بكام؟ كتير طبعا، اسعار كتيره جدا يعني. كان زمان غير كده، يعني كان متناول الجميع، دلوقتي كله بقى يعني الفقير يعمل ايه يعني. مش حضرتك رايك ايه سبب غلو الاسعار؟ الحريه بقى كل واحد، وبعدين هم التجار الكبار هم بيغلوا الاسعار، فبالتالي الناس بتبيع بغلا، فعايزه مراقبه وعايزه يعني باستمرار، يعني الواحد يكشف الاسعار ويزيحها فكل الناس تعرف. عايزين نتكلم معاك عن الاسعار، اسعار الفاكهه اخبارها ايه؟ والله الاسعار في متناول الجميع ان شاء الله، متناول الجميع، بس الناس بتقول الاسعار غاليه. طب ما تقول لي كده الاسعار، يعني خلينا نبدا من عند الحرنكش مثلا. بالنسبه ايه الغالي وايه الرخيص؟ يعني احنا في ايه، في فوارق صيف من شتاء، يعني برتقال الموالح والحاجات اللي زي كده بتزيد شويه سعرها عشان بتخلص، بس يعني فارق شيف شتاء من صيف. يعني مثلا لو اتكلمنا ناخد مثال، مثلا الخوخ بكام دلوقتي؟ الخوخ ده لسه في بدايه الموسم بتاعه، يعني الخوخ معاك لحد 5 شهور كمان او 4 شهور شغل، يعني في بدايته بادئ نازل ب 7 جنيه ب 8 جنيه. طب لو سالتك عن السنه اللي فاتت في نفس التوقيت كان الخوخ برضو ب 7 جنيه؟ يعني انا بقول لحضرتك توقيت في بدايه الحاجه الموسم، بس ده صيفي، يعني بدايه الموسم بتاعه منتج صيفي. طب وبالنسبه للفراوله ده مش منتج صيفي بقى؟ لا لا، الفراوله ب 4 جنيه. السؤال بقى، الفراوله كانت السنه اللي فاتت زي التوقيت ده ما كانتش ب 4 جنيه، كانت ب 2 جنيه ونص 3 جنيه. يعني هي بتفرق، بقول لحضرتك الحاجه بتفرق معاك وقت بس، يعني الحاجه في بدايتها بتفرق وقتها، يعني اول ما بتنزل كده سعرها بيزيد جنيه عن بدايه الموسم بتاعها 2 جنيه حاجه زي كده. طب اقبال الناس على الشراء، يعني الناس بتيجي تشتري بشكل زي زمان ولا اقل؟ احنا شعب بنجري ورا الغالي على طول، يعني الفاصوليا من قيمه اسبوع كانت ب 10 جنيه وب 8 جنيه، يعني اقول لك عليها ضغط. احنا من طبيعه الشعب المصري بيجري ورا الغالي. طب والفقير والغلبان يعمل ايه طيب؟ ما انا بقول لحضرتك احنا من طبيعه الشعب المصري بيجري ورا ايه؟ الحاجه الغاليه. دلوقتي ب 4 جنيه الفاصوليا. يعني نسبه الاقبال عندك في الفاكهه، في شراء الفاكهه زي قبل كده ولا قلت ولا زادت؟ والله هي متوسطه، يعني متوسطه، ما اقدرش احكم، هي متوسطه. طب هو السؤال، انت قلت لي سبب الغلو ان هو الموسم، طب غير الموسم هل يعني هل التجار الكبار بيغلى عليكم فانتوا بتضطروا تغلوا؟ يعني البرتقال مثلا انت حاطط 2 جنيه ونص، البرتقال ده كان قبل كده بجنيه ونص 175 وجنيه وربع. ما انا ده يا باشا عشان برضو يبقى المعلومه واصله للجميع، ده فرق شتاء من صيف، الحاجه الشتويه الموالح دي معروفه، الموالح منتج شتوي. ما هو نفس التوقيت ده، انا كده في نفس التوقيت ده السنه اللي فاتت الحاجه دي كانت ب 2 جنيه البرتقال، ارخص. كان ارخص. سبب الغلو ده ايه على بعيد فكره الشتاء؟ احنا مارين في البلد بمرض يعني بحاجات صعبه، يعني غلو السولار مش موجود، الحاجات دي برضو عوامل بتتكامل على بعضيها، يعني البنزين والحاجات دي برضو ده كله ضغط على الحاجه. يعني حاجه العربيه بدل ما الاول في الازمه بتاعه البنزين بدل ما كانت بتاخد ب 100 بتاخد 200 جنيه على التاجر الجمله برضو اللي في السوق الكبير غير التجزئه، برضو بتبقى عوامل متركبه على بعضها. شكرا ليك. حضرتك جاي تشتري؟ جيت تشتري ايه بقى؟ فاكهه. ايه رايك في الاسعار؟ الاسعار مش مظبوطه سعادتك، بس برضو كل ده الازمات اللي ورا بعضها، السولار غالي، ده برضو النقل باثر على الزبون، باثر عليا، باثر على التاجر الكبير، باثر على التجزئه، بيجي بره اخر بصب عندنا. طب انت دلوقتي نازل تشتري، بتختار بقى انهي فاكهه على اساس ايه؟ يعني انت عايز تاخد تجيب خوخ ولا فراوله ولا جوده؟ نوع الجوده اللي انا عاوزها. طب والسعر؟ السعر مش برضو مش غالي برضو. مش فارق كده. لا فارق بس المحتاج لازم ياخد. انت عارف اسرتك كام فرد؟ اسرتي 5. بتجيب لهم تقريبا قد ايه فاكهه؟ يعني كام كيلو مثلا من اي حاجه؟ يعني مثلا لو هتجيب برتقال بتجيب قد ايه عشان يكفيهم في اليوم؟ مش كل يوم بس بجيب كيلو، يعني لما اجيب برتقال بجيب كيلو. يقعد قد ايه الكيلو ده؟ في نفس الوقت ما يقعدش ما ده يخلص في ساعتها. في ساعتها. اخبار اقبال الناس على شراء السمك؟ الاقبال ضعيف. ليه؟ عشان الحاجه غاليه. ايه سبب غلو الحاجه؟
هو ناس بتقول عشان السولر قليل، فعشان المكن وبتاع والصيادين في كده، فالسولر بيبقى قليل، فهو دوت اللي مغلي الحاجه. هي لسه ازمه السولر موجوده؟ مش كانت خلاص خلصت تقريبا؟ احنا من ساعتها والسمك رافع، والحمى القلعيه برضك مأثره على السمك. يعني افترض الحمى القلعيه تخلي الناس تقبل على السمك اكتر؟ ما هو السمك في اقبال بس غالي، يعني الناس السمك غالي فالناس اقبالها ضعيف. ما اصل السمك رفع رفع. طب ما تقول لي كده الاسعار تقريبا ازاي؟ يعني عندك البوري هو الدواء كنا بنبيعه 35 بالشوي، دلوقتي ب 37 وب 38. والبولت عندك كنا بنبيعه ب 17 وب 16 بالشوي، دلوقتي ب 20 وب 22 بشوي. يعني بالنسبه للجمبري، الجمبري زي ما هو ما اتحركش؟ لا زي ما هو ب 80 90 70. طب الناس اللي بتبقى تيجي تشتري منك، بتشتري منك يعني اتغير شراها من الفتره اللي فاتت على المره دي؟ يعني كان قبل كده بياخد منك مثلا 5 كيلو، دلوقتي قل ولا؟ الناس كان اللي كان بياخد 5 كيلو 6 كيلو دلوقتي بياخد 3 و2. وغير كده الناس اول ما تسمع مثلا البولتي رفع كده، اللي كان ب 7 ونص وكان ب 8 في يعني دلوقتي رفع خالص. طب انت كواحد بتبيع بتتعامل ازاي مع الغلو ده؟ يعني بيأثر عليك ازاي؟ احنا غصب عننا، احنا غصب عننا، احنا عايزين نبيع مش عايزين نقعد. اخبار اسعار اللحمه هي هي الاسعار زي ما هي، ما قلتش او زادت؟ لا 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 بالعكس زي ما هي. طب ونسبه الاقبال؟ قلت شويه طبعا. ليه؟ عشان الحمى القلعيه طبعا. طبعا عملت خفض جامد، بقت النسبه اللي قال يعني الاول كنت ممكن تشتغل دلوقتي بقت النص على الاقل. طب مش ده مفترض ياثر على الاسعار، يخلي الاسعار تنزل شويه؟ بالعكس هي الاسعار المفروض ان هي تنزل، بس هي الاسعار برضه. ليه؟ ما هو يعني ليه دي بقى تسال فيها اي حد تاني؟ لا يعني زي وانت بتاخد اللحمه اللي انت بتاخدها بتاخدها بنفس السعر؟ باخدها بنفس السعر طبعا. يعني اللي بيربوا ما نزلوش الاسعار؟ لا 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 زي ما هي الاسعار، ما نزلوش اسعار طبعا. طب في رايك فكره خوف الناس والحمى القلعيه دي فعلا الناس ليها حق تخاف بهذا الشكل، ولا يعني الموضوع خلاص بدا يبقى يكون افضل؟ لا والله هو الموضوع لسه زي ما هو، هي الناس لسه خايفه برضه. لكن الموضوع زي ما هو. طب هل متوقع ان الفترة الجاية يحصل حاجة في الأسعار أو في إقبال الناس عشان؟ لا احنا نتمنى عشان خاطر الناس، عشان خاطر الشعب التعبان على الأقل. سيبك من الطبقة العالية، خليك في الطبقة اللي تحت اللي هي مش لاقياها أصلا. بالصلاة على النبي وحضر عند ابي هنا، تعالي ورعينا بنات ام الخويا فلاحي هنا، تعالي يا اللي عاوزه الحلو، تعالي يا امن. اخبار الاسعار ايه؟ كيلو ملوخيه نزلت عن الاول. كيلو ملوخيه بكام؟ ب 4 جنيه. ب 4 جنيه ولا 5 جنيه؟ 4 جنيه نزلت. نزلت. طب ورق العنب؟ عاوز ايه؟ ورق العنب ب 8 جنيه. الناس بتشتري منك يعني نسبه الاقبال؟ بيقولوا حاجتي النظيفه بياخدوا مني، بجيب الحاجه حلوه نظيفه.